ممكن يسافر بدري قبل المباراة بثلاث أربع أيام عشان يستعد بشكل كافي وجيد لهذه المواجهة، وخصوصا رحلة الطيران هتكون طويلة من مصر لجنوب أفريقيا، هي طويلة شوية. فنتمنى كل التوفيق في اختيار البرنامج الأنسب بالنسبة للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة مصرية وحاسمة زي دي، وعندنا ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين، ولما هيجي توقيت هذه المباراة هنتكلم فيها بتفاصيل كثيرة جدا. طيب خليني سريعا أقرب من مباراة اليوم من الجانب الفني تحديدا ما بين الأهلي وطلع الجيش، وناخد على الهاتف الكابتن الكبير نجم النادي الأهلي السابق الكابتن ياسر رضوان. يا كابتن ياسر مساء الخير. كابتن ياسر. ألو. كابتن ياسر مساء الخير، أخبارك إيه؟ ازيك يا أمير، عامل إيه؟ كويس، كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله حبيبي. يعني عايزين نستغل فرصة تواجد حضرتك معانا ونتكلم عن مباراة اليوم فنيا، مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وكيف ترى هذه المباراة؟ ومفيش شك طبعا مباراة مهمة. في الفترة اللي النادي الأهلي ماشي بشكل كويس، مهم جدا إن هو يكسب، مهم جدا إن هو يكسب كم مباراة اللي جايين كمان في الدوري عشان ينهي الدوري بدري طبعا. ويبقى تفرغه كله لأفريقيا، واكيد المكسب بتاع النهارده هيديله دفعه قويه جدا للماتش بتاع السوبر مع نادي الزمالك، خاصه ان احنا حاليا الفتره دي في استقرار كويس جدا فني في الفرقه، في مستوى اكثر من رائع مع المدير الفني، فاعتقد ان شاء الله المكسب مهم جدا بالنسبه لنا النهارده. طيب هل تتوقع بالتحديد بدايه من مباراه النهارده يا كابتن ياسر ان يكون في تعديلات وتغييرات في تشكيل النادي الاهلي، بالتحديد في ظل سياسه مستر ريني فايلر، واكثر تحديدا بخصوص عدد المباريات والكم الهائل من المباريات على مدار هذا الشهر؟ بص يا امير، هو طبعا مستر فايلر من ساعه ما جاء او من وقت ما جاء واحنا متعودين ان هو بيغير في التشكيل، ده طبيعي جدا، خاصة زي ما انت قلت طبعا ان في ضغط مباريات كبير جدا سواء في الدوري او بطولة افريقيا، جاي كمان السوبر، فالماتشات عددها كبير، ما اعتقدش ان اللاعب واحد ممكن يلعب كمية الماتشات اللي موجودة حاليا او اللي داخلة على النادي الاهلي الفترة اللي جاية. فهو الراجل حاطط سياسة من اول ان هو في خلال في كل مباراة بيبقى في تغييرات في اللعيبة. فاعتقد ده يعني مش هيبقى عقب بالنسبة للاهلي ان شاء الله النهاردة. ان شاء الله باذن الله. في رايك مين العناصر اللي في تشكيل النادي الاهلي اللي دايما بتتالق على مدار الفتره اللي فاتت من وجهه نظرك الفنيه، واللي بترجح دايما كفه النادي الاهلي في المباريات؟ يعني انا شايف اللي ماشي بشكل كويس جدا الفتره الاخيره الو ديانج ده من العناصر اللي بقت مهمه جدا، السوليه طبعا مفيش شك، الشناوي مع انه حارس المرمى، لان صحيح النادي الاهلي ما بيجيش عليه كور كتير او هجمات كتير اثناء المباريات، لكن اللي بتيجي تبقى صعبه جدا، تبقى صعب ان اي حاجه يكون يطلعها، فلازم يبقى يكون مميز جدا اللي يطلعها. وجود احمد فتحي مهم في حته الدفاعيه، خاصه في الحته الدفاعيه لانه بيدافع بشكل كويس جدا. علي معلول يمكن هو بعيد شويه الماتش اللي فات عن الفورمه بتاعته، لكن اكيد هو لعيب كبير وعارف امتى يرجع نفسه، ومعاه مدرب محترم برضه عارف امتى الفورمه بتاعته تبقى كامله. في اجاييه بس يعني اجاييه كل ما بيلعب في قلب الملعب بتبقى افضل من ان هو يلعب على الاطراف، تمام، لان الاطراف بتبقى محتاجه سرعه، هو عنده سرعات لكن بعد ال 10 متر الاولانيين السرعات بتزيد عنده، لكن المسافات القصيره بتبقى عايزه حد اخف من كده، فالاطراف بتبقى عايزه حد سريع اكثر من اجاييه، لكن هو في القلب طبعا مؤثر جدا وبشكل كبير يعني في معنى الكلمه. طيب سريعا يا كابتن ياسر، توقعاتك لمباراه اليوم، وايضا هل تتوقع النادي الاهلي يوصل الانتصار رقم 17 على مدار المباريات المقبله؟ انا اتوقع طبعا ان الاهلي الماتش سهل بالنسبه لهم النهارده في الحاله الفنيه اللي هو موجود فيها، وان شاء الله هيبقى الماتش 2-0 للنادي الاهلي، واعتقد ان هو هيوصل للرقم 17، ممكن يعدي كمان رقم 17 في حته الفوز المتتالي ان شاء الله باذن الله. يا كابتن ياسر انا بشكرك، شكرا.